نشرت مجلة فورن بوليسي مقالا بعنوان لا يمكن للعالم أن يوقف الحرب بين إسرائيل وحماس بدون مصر، لكونها لاعبا أساسيا في الاستجابة الدولية للحرب. وشددت مجلة فورن بوليسي في مقالها على أهمية سيطرة مصر على معبر رفح ومصالح الولايات المتحدة وإسرائيل في هذا الصدد، لكون المعبر نقطة خروج للرعايا الأمريكيين وضمان الاحتلال الإسرائيلي عدم دخول الأسلحة إلى قطاع غزة عبر المعبر.